يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يقول لآخر في يوم الجمعة أن يقول له جمعة مباركة؟ لا، هذا لم يرد أنه يهنى بيوم الجمعة، ما يهنى بيوم الجمعة، هذا ما ورد، حتى يوم العيد ما ورد شيء، لكن هذا شيء يعني درج عليه الناس. والإمام أحمد يقول أنا لا أبدأ بالتهنئة، لكن من بدأني بها رددت عليه. نعم.